ليه الكلام كتير على مستر موسيماني؟ ده يمكن هيكون اول اسئلتي لكابتن عادل طعيمة اللي بيشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن عادل، مبروك طبعا بدايه قبل اي شيء اضافه كاس 7 كاس سوبر جديده للنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم رقم واحد، ولكل جماهير مصر، لان دي بطوله بتمثل مصر الحقيقه. جمهور النادي الاهلي وادارته دايما بتوعد وبتوفي، ودايما بتختار الاجهزه الفنيه اللي هي بتلبي طموح الجماهير العريضه اللي موجوده سواء في مصر او خارج مصر. اختيار موسيماني ما كانش عشوائي، كان زي ما احنا قلنا قبل كده مرات ومرات انه كان اختياره اختيار دقيق جدا، وربنا وفق جدا، لانه كان هناك علاقه طيبه جدا ما بين رئيس النادي الاهلي كابتن محمود ورئيس نادي صن داونز علشان يدينا الراجل ده في وسط الموسم وعنده بطوله افريقيا. فده توفيق ان هو يسمح لك انك انت ينتقل المدرب من صن داونز للنادي الاهلي المنافس. دي عمليه ما هيش سهله. ايوه، والراجل هو يعني راجل غني جدا، ورغبه موسيماني برضو اعتقد كانت يعني علامه مهمه. هي رغبة جدا، رغبه، بس رئيس النادي كان ممكن يرفض. ايوه، فدي نقطه. النقطه الثانيه، الراجل جه في ظروف صعبه جدا جدا، يومين ثلاثه وبعدين بيخش على دوري وبعدين داخل على افريقيا، يطلع كان على طول كل المحللين وكل الناس النقاد الوداد المغربي هنعمل وهنسوي وفريق قوي وهنعمل. اي حد بيتفرج على التلفزيون ملوش علاقه بالكوره يعني ركبه توجعه. فراح الراجل هناك بيضغط من هناك من ال 18 ويرجع بهدفين، وبعدين بيوصل للنهائي، وبعدين بياخد النهائي، وبعدين يخش على الدوري يورينا هو مؤمن جدا بالعناصر الموجوده في النادي الاهلي وبامكانيات اللعيبه وبامكانيات الاداره وجماهير النادي الاهلي اللي هي دايما بتدفعه انه يبقى عارف قبل ما يجي النادي الاهلي، عارف ايه الجماهير اللي موجوده، ايه اللي ممكن تعمله. بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله وحده، انك انت لاول مره في تاريخ النادي الاهلي ان يمر بعنق زجاجه عمره ما مر بيها. انت في خلال 6 شهور 4 بطولات الى جانب ماتشات الدوري، لاول مره في التاريخ ان هيبقى في بطولتين افريقيا في 6 شهور. يعني احنا مخلصين في 11 في يناير، في اعتقد في 27 11 كان النهائي، وفي شهر 6 ينتهي. باصين قبل النهائي اهو، هنلعب قبل النهائي في دي ما حصلتش قبل كده. ايوه، فانت التسعه وان شاء الله ال10 جايه، وبعدين انت رايح على كاس عالم للانديه في قطر، وبعدين ترجع على قطر ثاني علشان تاخد السوبر، وبعدين ماتشات دوري 10 ماتشات في ايام قليله جدا، بتطلع من جنوب افريقيا درجه حراره 15، رايح على قطر حاجه و40 سفر على طول في الطياره، بترجع على الدوري من غزل المحله على برج العرب على السويس. يعني كتيبه من الصعقه، سواء اداره ورئيس النادي مع الاجهزه الفنيه مع اللاعبين مع الجهاز الطبي مع الجهاز الاداري مع كابتن سيد عبد الحفيظ وخبراته. ايوه، مفيش شك ان عنق زجاجه مر. اعتقد ان زي ما انت قلت في المقدمه، في عندنا 18 يوم دول لاول مره من 4 سنين اللعيبه هتاخد نفسها شويه. صحيح.